التاريخ مشرف يا كابتن. يعني احنا مهما قلنا ومهما عدنا احنا محتاجين وقت طويل عشان نتكلم عن تاريخك، حاجه بجد يفخر بيها. والجميل ان حضرتك حققت ده في سن الحمد لله صغير، يعني ما شاء الله. خلينا يا كابتن، حضرتك من المدربين الفنيين اللي بتحترم جمهور النادي الاهلي، بتحترم نفسك، بتحترم لعيبتك. فكشف حساب، نتكلم كشف حساب. 5 سنين حضرتك توليت المسؤوليه فيهم، اكيد مريت بمراحل. خلينا نبتدي باول مرحله حضرتك توليت فيها المسؤوليه في غياب نجومنا كبار كانوا بره، ومع ذلك نجحت تتوج بالبطوله. كلمني على المرحله الاولى منذ توليك المسؤوليه. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هو مشوار طويل جدا مع النادي الاهلي، يعني يمكن السنه دي بحتفل ب 35 سنه ما سبتش النادي الاهلي خالص. ما شاء الله 35 سنه ما شاء الله. يعني الحمد لله ما عطبتش بره النادي الاهلي، سواء كان لاعب او مدرب او مدير فني. فده طبعا الحمد لله بفضل ربنا سبحانه وتعالى اولا، وناس كتير جدا مدربين ولاعيبه زمايلي وكل ده تستحق.